ده معناه انه التدريبه بدات. زي ما قلت لكم مستر مارسيل كولر قرر ان هو يواصل تدريب بدون ما يدي راحه للاعيبه استعدادا لمباراه الوداد. وطبعا هنتابع كل التفاصيل خاصه بتدريبه النهارده، بس خلوني ارحب بضيفي النهارده. ها هو قد عاد بعد غياب عشان ينور طبعا السادسه، متالق متانق كعادته، كابتن اشرف ممدوح ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. حبيبي احمد، دايما انت المتالق، وسعيد دايما بوجودي معاك، وان شاء الله يكون كالعاده ان شاء الله وشنا خير باذن الله. اخر مره اتقابلنا كان قبل الدور قبل النهائي، صح؟ صحيح، مظبوط مظبوط. كان في حاجه حصلت بيننا؟ انا دايما، لا انا بعترف على طول عموما. احنا كنا تراهنا انه على مباراه الوداد وسان داونز فعلا، ويعني انا كنت برجح كفه سان داونز نظرا انه بالفعل انا وانت متفقين ان سان داونز من اقوى الفرق في افريقيا حاليا يعني، لكن واضح ان الوداد برضو عنده خبرات وعنده طبعا. انت عارف انا كنت باني يعني التوقع ان الوداد هو اللي هيعدي ازاي، رغم انه يمكن لو سالت 99% من قاره افريقيا كلنا كنا مين هيكسب، صحيح، الوداد ولا سان داونز، ومين هيتاهل للنهائي في مواجهه الاهلي، 99% من الناس هيقول لك سان داونز لانه مباراه العوده كمان في جنوب افريقيا. لكن انا كنت مراهن على التعادل السلبي. يعني فكره انه الوداد ما استقبلش او ما دخلش في شباك اهداف في مباراه المغرب، انا بيتهيألي كانت دي الحته اللي اشتغل عليها ونجحوا فيها الحقيقه بصراحه. نقطه فرقت معاهم كتير طبعا، طبعا. وديتهم ثقه كبيره جدا، والوداد من الفرق الحقيقه اللي عندها خبرات كبيره، وبقى عندهم شوف، كرة قدم احيانا بيكون الكعب العالي ده شويه، يعني اللفظ بالبلدي شويه، لكن في كرة قدم ممكن يبقى كعبك عالي على فرقه معينه، لكن ان شاء الله احنا دايما النادي الاهلي بيقدر يكسر الحواجز دي. مش عارف ليه بالذات الدور قبل النهائي، يعني لما بنوصل الاهلي النهائي بيبقى في طرفين بيلعبوا قبل نهائي تاني، فمعرفش ليه قرون الاستشعار بتطلع. يعني لو تفتكر برضو النهائي بتاع الاهلي وكايزر تشيفز، كل العالم كان شايف انه الوداد هو اللي هيوصل لمواجهه الاهلي في المباراه النهائي، وانا الوحيد اللي كنت شايف انه كايزر تشيفز هو اللي هيعدي من الوداد، وقد كان مع يعني عموما انا خسرت الرهان وجاهز لتنفيذ. هو عموما يعني اي حد بيقعد مكانك هنا بيخسر، يعني مش لوحدك يعني. نور الدنيا يا اشرف. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك. طيب خلينا، ايه رايك بما انه احنا يعني ابتدينا نستقبلك ببدايه التمرين بتاع النادي الاهلي النهارده، خلينا نروح للتمرين ونشوف كده ايه الاخبار. وزميلنا هناك اعتقد كريم اللي موجود النهارده، زميلنا كريم احمد فعلا هو اللي موجود في نادي الاهلي في الجزيره، بيتابع لحظه بلحظه عوده الاهلي التمرين. اغلقنا ملف الدوري الحمد لله العلامه الكامله، ودي نقطه مهمه جدا قربتنا من حسم اللقب، وما صدرت لناش اي توترات او مشاكل قبل ما نروح للنهائي الاهم او البطوله الاهم واللقاء الاهم مع الوداد يوم الاحد اللي جاي. خلينا نروح لكريم نطمن على التمرين ونطمن على حاله الثلاثه اللي طلب مستر كولر من دكتور ابو احمد ابو عبله تقرير طبي بتفاصيل حالتهم، الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني بنبارك بالتاكيد لفريق النادي الاهلي في المباراه الماضيه، مباراه سيراميكا كليوباترا، ويمكن زي ما انت اكدت تم غلق الملف بالكامل في بطوله الدوري العام، والدوافع المتجدده بقى والرغبه والحماس والجديه وكل اي حاجه عايز تقولها زميلي احمد واي حاجه عايز اقولها جمهور النادي الاهلي هتشوفها في خلال التدريبات الفتره القادمه، لان هو حلم كبير جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انتم عارفين طبعا النادي الاهلي للمره الرابعه على التوالي بيصل للمباراه النهائيه، والمره ال 16 في تاريخه، يعني فخر كبير جدا جدا لما بنشوف الارقام والاحصائيات دي. ده بيرجع للمجهود الكبير والتكاتف والشغل الكبير جدا اللي بيبذل مجلس اداره النادي الاهلي، والمناخ الطيب جدا جدا اللي بالتاكيد بيساعد بشكل كبير في الحصول
على البطولات. يا رب ان شاء الله بمشيئه الله يكون شوط اول دسم في اهداف في حماس في جديه جدا. وطبعا الشوط الاول هنا في القاهره والشوط الثاني في المغرب له حسابات عديده جدا طبعا ان شاء الله باذن الله مع الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر. اطمنك ونطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي وخلاص بناكد على هذا الخبر لان احنا شفنا هؤلاء اللاعبين في التدريبات بيادوا الجرعه التدريبيه الكامله على راسهم الشناوي اللي بيعلن جاهزيته بكل قوه بمشيئه الله للمباراه الاهلي والوداد النهارده بياخد جرعه تدريبيه كامله بالنسبه طبعا لحراسه المرمى بجانبه ايضا كمان علي لطفي اللي بيتدرب ايضا النهارده كمان ويمكن بعض الهايلايتس هتكون متواجده طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للتاكيد على جاهزيه علي لطفي والشناوي. وحط جنبيهم كمان حمدي فتحي النهارده ايضا كمان بيشارك في التدريبات. كنا حابين نطمن بشكل كبير جدا على الثلاثي وايضا كمان نطمن على كل اللعيبه في مباراه الامس لان انت كان في التحامات كبيره جدا زميلي احمد. شفنا السوليه محمد هاني بعض التدخلات الحمد لله باكد لك على جاهزيه كل اللاعبين رغم يمكن تعرف كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس النهارده بتعمل استشفاء بشكل قوي حاجه مميزه جدا لمستر كولر. الراجل كان هيحاول يديهم النهارده راحه لكن الجانب الطبي مهم جدا دكتور احمد ابو علي الحقيقه بالتنسيق مع الجهاز الفني قال لا لابد يكونوا متواجدين يعملوا الريكفري والاستشفاء والتدليك وكل الامور دي على ان تكون غدا راحه تامه لكل لعيب النادي الاهلي. وبعد غد ان شاء الله باذن الله تبدا بقى التحضيرات الفنيه والاداريه سواء باستقبال طبعا فريق الوداد اللي اكيد طبعا في جانب اداري مهم جدا طبعا هنا بقياده دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وجهاز الكور ان يكون في استقبال مميز كالعاده. اي حد بيجي لمواجهه النادي الاهلي بيكون في استقبال واهتمام كبير جدا على ان تكون المعامله بالمثل في مباراه العوده مباراه الوداد. كل الامور الحقيقه طيبه جدا زميلي احمد. النهارده مستر كولر بقى مركز مع كل المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه الماضيه بجرعه تدريبيه كامله. هنكون في تقسيمه شوتينج كروسات في جزء بدني كمان من اندرياس مخطط الاحمال. اجواء مطمئنه جدا يا رب ان شاء الله حاله الحماس الكبيره جدا جدا اللي بنعملها تكون مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه زميلي. صحيح. هل تم الاتفاق على برنامج اعداد لمباراه الاحد القادم ولا لسه مستر كولر ما حددش البرنامج او التفاصيل؟ لا بالتاكيد طبعا يعني هقدر اقول لك البرنامج زي ما قلنا غدا هتكون راحه بعد غد تدريب فريق النادي الاهلي في تمام السادسه يعني يستمر الفريق خلال الايام القادمه حتى موعد المباراه. يمكن بعض الناس كانت بتسال هل هيكون في معسكر بدري شويه زميلي احمد ممكن الراجل يحاول يعمل 48 ساعه معسكر لكن الراجل الحقيقه يعني حريص جدا على هذا الامر ان الامر ما يكونش زياده شويه هم ال 24 ساعه المعتاده قبل المباراه اللي ممكن تعرف طبعا ما بيبقاش في تركيز كبير ممكن يكون مردوده سلبي شويه على اللاعبين لكن ان شاء الله باذن الله رغم الفرص واهدار الفرص في المباراه الماضيه لكن انت عارف احمد يعني اكيد بيكون في جزء كبير جدا من ذهن لاعبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه عشان كده كنا محتاجين يكون في غزاره اهداف محتاجين انصاف الفرص لكن مباراه الدوري مختلفه بشكل كبير جدا على البطوله الافريقيه شوطين اول مره نلعب شوطين في مباراه نهائيه عشان كده ان شاء الله باذن الله يكون في تحضير وهدوء بشكل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين تكون عندها ثقه وفرصه كبيره جدا في المباراه الاولى مش المباراه الاولى اللي هتحسم المباراه الثانيه هي اللي هتحسم ده اللي بياكد عليه مستر كولر عشان كده الشوط الاول بينتهي نفكر في الشوط الثاني فيا رب ان شاء الله كل المناخ والظروف تكون معانا وال11 تكون اهلاويه بمشيئه الله. بس تفرق معانا كتير قوي يا كريم انك تروح المواجهه الثانيه او الشوط الثاني من المواجهه في كازابلانكا وانت الاهدأ اعصابا وانت الاخف حملا وبالتالي كل الضغوط تبقى على الفريق المنافس تفرق معانا كتير جدا في مباراه هتكون صعبه طبعا الوداد على ملعبه وسط جماهيره واحد من اصعب الفرق على مستوى قاره افريقيا. بالتاكيد طبعا المباراه تكون صعبه جدا حضرنا اكتر من مره الحقيقه في مركب محمد الخامس شفنا الاجواء وشفنا جمهور الوداد لكن مباراه هنا بحضور جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي وبرغبه اللاعبين وبالتحفيز الكبير جدا اللي منتظرينه من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه عندنا امل في كده وعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى لان لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير وعندها امل وعندها حافز ان هي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. صحيح. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا حافظ على اللعيبه فيا رب كل الاجواء تكون معانا. والرساله اللي انت ممكن توصلها لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انكم مش بس على بعد ايام قليله من لقب غالي جدا ونجم 11 في تاريخ النادي الاهلي لكنكم على بعد ايام من تكرار انجاز تاريخي هيصعب على اي حد تكراره بعد كده وخصوصا طبعا انه الاهلي في فترته الذهبيه الاولى حقق نفس الانجاز بالفوز بثلاث بطولات يمكن كانت بينهم بطوله وحيده خسرها امام النجم الساحلي لكن ده هيعتبر تكرار الانجاز عظيم جدا اعتقد انه هيحط اسمهم في اعظم في سجلات اعظم اجيال النادي الاهلي.
بالتاكيد رساله مهمه جدا، والوعي الكبير اللي عند لعيبه النادي الاهلي، الخبرات اللي متواجده كباتن فريق النادي الاهلي، احاديثهم في هذا الشق زميلي احمد، الكل بيتكلم في هذا الامر، هنكتب تاريخ، هنحقق مجد كبير جدا، المجد المتكرر ما بتشوفوش غير في النادي الاهلي فقط، ده ما بيجيش غير باقدام اللاعبين وبتركيزهم الكبير. عشان كده الامل موجود وربنا سبحانه وتعالى معانا، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله باذن الله. وايضا كمان النقطه المهمه جدا الحفاظ على بعض، مهم جدا ان اللعيبه تحافظ على بعض، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي على مدار الايام القادمه، ويوم الاحد مشيئه الله تكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وليس جمهور النادي ان شاء الله. هنتابع بشكل يومي طبعا ساعات الاهلي لمواجهه الوداد. بشكر زميلنا العزيز كريم احمد من داخل النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده. ارجع لضيفي اشرف ممدوح. هبدا من كلام كريم انه الفوز امبارح كان مهم، افدنا بيه صفحه الدوري بعلامه الكامله. اهم حاجات كسبها الاهلي من الثلاث محطات دول اللي هم بين قبل نهائي دوري الابطال، امبي، طلائع الجيش، سيراميكا، اهم الايجابيات اللي اكدت عليهم الماتشات دي او المرحله دي، واهم السلبيات اللي لازم نشتغل عليها او نتداركها قبل ما نروح للمواجهه الاصعب والاهم مع الوداد. من اهم الايجابيات التفاهم والانسجام والتناغم اللي بقى موجود ما بين مستر كولر واللاعبين الجميع. يعني انا شايف انه وصلنا الحمد لله لمرحلة انه الجميع متفاهم وعارف ومدرك قد ايه هو قيمته، قد ايه بتعلى في النادي الاهلي، وقد ايه ان تيشرت النادي الاهلي يستحق انك تبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تبقى موجود في على الاقل حتى التشكيل 18 اللي موجودين، اللي بره زي اللي جوه. انا شايف ان الناس كلها بتشتغل الحمد لله بشكل رائع جدا جدا عشان يقدر يبقى متواجد وفي الصوره. الناس اللي بتبقى خير، يعني انا سعيد جدا جدا يا احمد بالناس اللي بره الصوره من فترات طويله وبترجع مستواها الحمد لله جيد. يعني ما تقدرش تقول انه محتاج وقت عشان محتاج وقت عشان يرجع تاني. يعني عندنا اسماء كتيره جدا، يعني مصطفى شوبير فاجئني امبارح ما شاء الله احنا بنتكلم عليه كتير على فكره انا وانت وعلى علي لطفي، وان هم على قدر المسؤوليه جدا، وان هم رجاله جدا، ان هم بيشتغلوا باقصى مجهود خلف الشناوي. لفكره يعني من ضمن الكلام لما بيجي وقت تحس ان الجمهور بيتكلم او السوشيال ميديا بتتكلم او حتى وسائل الاعلام تتكلم على انه الاهلي محتاج حارس مرمى، في نفس التوقيت ده بسمع من ناس متخصصين وناس كانوا حراس مرمى كبار يعني انه علي لطفي ومصطفى شوبير لو طلعوا او يعني راحوا بره الاهلي هيبقوا من افضل حراس المرمى في العالم. هيبقى الحارس الاول في النادي اللي هو فيه، وده طبيعي. مش بس هيبقى الحارس الاول، بيقول لك هتشوفوا حارس مرمى تقولوا احنا عايزين الحارس ده يجي النادي الاهلي. شوف في فتره من الفترات يعني انا كان عندي قناعه انه الشناوي الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا، علي لطفي ماشي بشكل جيد، كان عندي امل انه مصطفى يخرج بره موسم يلعب ويلعب وياخد الثقه ويرجع. الحاجات دي بتدي، والنادي الاهلي الحمد لله الفترات اللي فاتت ادى ولاده كتير جدا من ده، يعني ناس كتير خرجت وشاركت مع انديه تانية ورجعوا بمستوى افضل بكتير من ان هو كان قاعد على الدكه او قاعد تمرين بس. مزبوط. فعايز اقول لك انه ناس كتير الحمد لله جهزت، يعني خالد عبد الفتاح وعبد القادر وشريف ومتولي وياسر ابراهيم، كل الناس اللي كانت السوليه رامي ربيعه قفشه، اسماء كتير الحمد لله ابتدت ترجع. شفناهم في الثلاث ماتشات دول وقدموا دي ايجابيات كبيره جدا جدا طبعا، بالاضافه طبعا للتفاهم الكبير جدا مع مستر كولر. واضح خلاص ان الراجل الحمد لله تفهم بشكل كبير جدا عقليه اللاعب المصري وعقليه لاعبي النادي الاهلي، وبقى في انسجام بشكل كبير جدا. كمان تفاهمهم للنواحي التكتيكيه والخططيه لمستر كولر، لان ده مهم جدا جدا ازاي تقدر تنفذ ده، اليه التنفيذ ده. وواضح جدا التفاهم اللي موجود الحمد لله في الثلاث ماتشات الاخرين دول، مع طبعا بطوله افريقيا ومع مشوار الدوري في الفترات اللي فاتت والسوبر وكاس مصر، الامور الحمد لله ابتدت تتضح بشكل كبير. خلينا دي مقدمه كويسه جدا ان انا ادخل في التفاصيل، بس خليني اسالك الاول سؤال. الانطباع اللي عند الجمهور انه مستوى الاداء الاهلي في افريقيا، رجاء رايح جاي، ترجي رايح جاي، اعلى بكتير كره الاهلي، في سيبك من النتائج واللي سجلناه، يعني رغم انك انت ما استقبلتش، يعني انت رجاء كسبت 2 تعادلت 0-0، ترجي كسبت 3، احنا بعد كسبت 1-0، بعد دول ما استقبلناش، امبي 2-0، طلايع 2-1 اعتقد، لا طلايع 2-0 طلايع، و1-0 سيراميكا. فانت في يعني النتائج كلها انت بتسجل وما استقبلتش، وكل الماتشات انتهت لصالحك، لكن في النهايه اللي بيقولوا ان كره الاهلي الناس حاسه انه الكره اتقدمت في دوري ابطال في ليفل، والكره اتقدمت في الدوري في ليفل، هل ده ليه ما يبرره من وجهه نظرك؟ انت شايف انه في افريقيا في الدوري اقل يعني الناس شايفه في ده؟ يعني لا، يعني انا شايف انه
بالاضافه لتنفيذ النواحي الخططيه والتكتيكيه لمستر كولر في سواء في افريقيا او في الدوري، ابتدى يبقى في انسجام كبير جدا جدا وتفاهم كبير جدا بين اللاعبين داخل الملعب. وده معناه انه خلاص انت تشبعت وتفهمت وادركت قد ايه الراجل ده بيشتغل، او اللاعبين تشبعوا من ده وفهموا ازاي الراجل عايز يشتغل الكره دي التيكا تاكا زي ما بنقول، ازاي بيقدروا يفكوا التكتلات اللي موجوده دي، لان مهم جدا في مباريات كتير احمد انت محتاج تشتغل داخل الملعب على فك التكتلات دي، خاصة في مباريات في افريقيا شفنا قد ايه في فرق بتقفل المساحات وتضيقها بشكل كبير، ازاي تقدر تفتح المساحات دي وتلعب على الاطراف وتخترق من العمق، لازم يبقى عندك شغل بشكل معين فني داخل الملعب. انا شايف انه في افريقيا الحمد لله الامور ماشيه بشكل جدا في الترجي والرجاء المباراتين الاخرين اربع مباريات اللي خضناهم، وكان طريقه الاداء صحيح ما كانش فيها كره حلوه قوي، لكن انا ماتش الترجي الترجي كان ذهابا وايابا كان فيها كره حلوه كان جدا كان فيها، بس يعني لو بتكلم على الرجاء مثلا هنا وهناك كان في نواحي خططيه اكتر شويه، نواحي التزام تكتيكي اكتر شويه. في الدوري الموضوع الارتياحيه خلي بالك بتدي ثقه كبيره جدا، يعني انت مرتاح بشكل كبير في الدوري الحمد لله، فارقين باربع نقاط بلس ثمان اربع مباريات لسه مؤجله، انت بتتكلم في تقريبا 12 او 16 نقطه ان شاء الله، يعني انت محتاج من الدوري 15 بونت 10 ماتشات عايز منهم 15 بونت توصل تحسم خمس مباريات، فانت عندك ارتياحيه كبيره جدا وده بيدي ثقه طبعا، يعني بيدي ثقه واداء كبير جدا. طيب تعال نفتح الوداد ونشوف الملف فيه ايه، وخلينا نبتدي بزفين فاندنبروك المدير الفني البلجيكي الرابع للوداد الموسم الحالي واللي تولى المسؤوليه في 5 مايو بدات مسؤوليته لقياده الوداد في البطوله مباريتين تقريبا بتوع صن داونز بس، يعني تعال نشوف البروفايل بتاعه. طبعا هو من مواليد سبتمبر 22 سنه 79 جنسيه بلجيكي، تولى المسؤوليه 5 مايو 23، سيبك من الايجنت، عنده 59 سنه يعني تقريبا لا مش 59 سنة، عنده 21 و 23 يعني في 43 سنة 44 سنة، وفي طريقته المفضلة 4-2-3-1. يمكن قلت لكم في بداية الحلقة أنه فاندن بروك كان تولى مسؤولية عدد كبير من الأندية في أفريقيا وحقق بطولات، يعني حقق طبعا مع الفتح الرباطي بطولة الكاس كاس العرش 2021، وفي موسم 16-17 حقق مع الكاميرون بطولة أمم أفريقيا، لكن في الوقت ده كان أسيستنت كوتش، كان مدرب مساعد. دي بطولاته أو إنجازاته على مستوى الأندية والمنتخبات. طيب نروح بقى للأندية اللي تولى مسؤوليتها زي ما قلت لكم بالظبط، كان مدرب مساعد مع منتخب الكاميرون، ثم تولى مدير فني لزامبيا منتخب الزامبي، ثم تولى مسؤولية سيمبا في 15 موسم 19-20، تولى مسؤولية في ديسمبر 12 لغاية يناير 2021، ما طولش ما قعدش كتير يعني تقريبا مع لعب أربع ماتشات بس مع سيمبا، ثم الفتح الرباطي، ثم أبها السعودي، ثم الوداد المغربي. يعني الملاحظة المهمة في السي في للمدرب البلجيكي انه اشتغل في افريقيا بشكل كبير، يعني تقريبا كل خبراته واشتغل في المغرب كمان، اشتغل في المغرب في مع يعني في افريقيا واشتغل في المغرب، فالوداد مش غريب عليه بالظبط. فيعني عنده خبرات في 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 في, في المعترك الافريقي ده، وانا شايفه مدرب جيد ومدرب متفاهم يعني ايه امكانيات لعيبته، خاصه بانت قوي في مباراتي صن داونز، وتولى المسؤوليه اعتقد قبل مباراه صن داونز الاولى، ويعني عنده خبرات ودي اديته مساحه كبيره جدا انه يقدر يتفهم يعني ايه فريق بحجم صن داونز، ازاي يسيب له الاستحواذ، ازاي يقدر يضغط عليه في مساحات معينه، قدر يخرج بنتيجه اللقاءين بفوز مهم جدا، اعتقد انه انجاز كبير بالنسبه للوداد. صحيح هو واخد البطوله في المرحله الاخيره، ولكن هو مشواره كله عباره عن معاناه في البطوله السنه دي، لكن معاناه زي ما اتكلمت احمد، وانجاز كبير انه يوصل للفاينل. طيب يعني قبل ما نسيب فاندن بروك المدير الفني للوداد الحالي، خلينا نقول لكم او نفكركم مره تانية، الحقيقه هو كان واحد من ضيوفنا في السادسه، احنا دايما طبعا بنتواصل مع النجوم والمديرين الفنيين الكبار على مستوى العالم كله مش بس افريقيا، وهو يمكن كان واحد من ضيوفنا
في شهر اغسطس سنه 21 على وجه التحديد. كان في الوقت ده مسؤوليه الجيش الملكي. الجيش الملكي واتكلمنا معاه وسالناه، ولما جت القصه او جه الحوار عند النادي الاهلي كان ليه كلام تعال نفكر فيه، احنا نفتكره ونفكر بيه طبعا الساده المشاهدين. نشوف سفين فاندنبروك قال ايه للسادسه ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا اشرف ممدوح. بالتاكيد تابعت الاهلي في الموسمين الاخيرين وتتويجه بنسختين متتاليتين من دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، كمان تتويجه بالسوبر الافريقي ومشاركته المميزه في كاس العالم للانديه. ويمكن ده مثال اللي كنت لسه بكلمك فيه، المقارنه بين القارتين امريكا الجنوبيه وافريقيا وقدره الاهلي على تخطي بالميراس البطل البرازيلي وبطل امريكا الجنوبيه. ازاي شفت نسخه الاهلي وتقييمك لاداء الاهلي مع موسيماني؟ حينما رأيت مباراة الأهلي تحتم علي أن أقول أن الأهلي في دوري الأبطال الأهلي أعطى أداء رائعا وصورة لأداء فريق متطور ومحترف. الأهلي لديه فريق عظيم ولديه مدرب عظيم، فبالتالي أن تحافظ على فريق لمدة عام أمر جيد، لكن أن تحافظ على المستوى لأكثر من عام فهذا أمر رائع. الأهلي لديه فريق رائع، مهارات فردية على المستوى الفردي لكثير من اللاعبين، فأعتقد أن هذا الأمر يميز الأهلي عن باقي الفرق. أكثر اللاعبين المميزين اللي تابعتهم في مشوار النادي الأهلي؟ I must say that when the left defender, أعتقد أن علي معلول المدافع الأيسر للأهلي لاعب رائع. حسن الأداء كثيرا من هذا الجانب. والأهلي لديه جبهة قوية هجومية جدا من الجانب الأيسر. وهو مفتاح جيد جدا لفريق الأهلي في السنتين الأخيرتين. وجعل الأهلي في مستوى عالي جدا. وأعتقد أن حارس المرمى أيضا. وأعتقد أيضا لديكم بواليا لاعب رائع أنا أعرفه. أعتقد أنه سيستطيع أن يؤدي بشكل أفضل إذا لقي الدعم من لاعبي خط الوسط أكثر، كما يحدث مع محمد شريف. يستطيع أن يندمج مع هؤلاء اللاعبين محمد حسين الشحات ومحمد شريف. أعتقد أن بواليا فالفريق فريق جيد جدا. الكلام ده من سنه ونص طبعا. في الفتره دي كان مستر بيتسو موسيماني هو اللي بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي، لكن واضح انه سفين فاندنبروك عارف الاهلي كويس، متابع الاهلي من زمان، عارف قيمه وقدر النادي الاهلي. وبالتاكيد مواجهه يمكن تكون اصعب على فاندنبروك اكتر من مستر مارسيل كولر لاسباب كتير، مش بس فكره انه الاهلي بيتاهل للموسم الرابع على التوالي نهائي دوري الابطال، ولا لانه الاهلي ليه انجازات على المستوى العالمي، لكن كمان لانه مستر كولر بدا الموسم من بدايته، وبالتالي هو اكثر ادراكا والماما باوراقه بمواطن قوته ومواطن ضعفه، ويقدر يكون عنده اريحيه وهو داخل على مباراه نهائي دوري الابطال، بعكس سفين فاندنبروك الحقيقه في موقف صعب جدا، تولى المسؤوليه منذ شهر وهيلاقي في خلال ايام غول افريقيا النادي الاهلي في مباراتين الجوله الاولى طبعا في القاهره يوم الاحد اللي جاي. تعليق على كلامك سليم جدا، لانه يعني تقريبا مش تقريبا هو بيواجه في شهر اقل من شهر اقوى فريقين موجودين في القاره الافريقيه، يعني أيوه. الاهلي وصن داونز، وبالتالي مواجهات صعبه جدا، ولكن واضح ان هو ملم، يعني حتى من تصريحاته من سنتين فاتوا أيوة. هو ملم جدا وعارف الكره الافريقيه وعارف كويس قوي وشريف طبعا حجم وقيمه النادي الاهلي ولاعيبته، وبالتالي يعني هو بيدرس بشكل جيد. عشان كده بقول لك هو مدرب جيد ويعني مسيرته بتقول انه فاهم ومتفاهم الكره الافريقيه بشكل كبير. يعني طيب نقرب الوداد معاك يا اشرف، تيجي تاخدنا للدوري المغربي، ترتيب الوداد ومشواره الموسم الحالي. يعني الوداد في الترتيب الثاني بعد الفوز على المغرب التطواني المباراه الاخيره 2-0 في الترتيب الثاني خلف الجيش الملكي.
ب 56 نقطة ويعني خلف الجيش الملكي بنقطة واحدة بس، والفوز المباراة السابقة قربه بشكل كبير من المنافسة على البطولة. اعتقد انه عنده نفس الفكر يا احمد، يعني لو بتتكلم عن الاهلي والوداد الموسم ده احنا يعني بنتكلم انا وانت من فتره طويله على السبعيه في الموسم ده، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله نقدر نحققها باذن الله تعالى. ولكن الوداد كمان عنده امال كبيره جدا في انه يحصد ثلاثيه البطولات في مشواره هذا الموسم، سواء الدوري او الكاس او بطوله افريقيا، وبالتالي عندهم امال كبيره جدا جدا ان هم يقدروا يحققوا بطولات كبيره الموسم ده، وده بيصعب المباراه وبيخلي تركيزنا اقوى، لان انت بتواجه فريق جيد وفريق عنده امكانيات كبيره وفريق كمان عنده طموحات كبيره جدا هذا الموسم. الفوز الاخير طبعا على المغرب التطواني الوداد بيديهم ثقه بالتاكيد. طيب. وارتاحيه على رغم حتى نصيحات فاندن بروك في المؤتمر الصحفي انه زي ما مستر كولر انا مش راضي عن النتيجه ومبسوط بيها لكن مش راضي عن الاداء، وهيبقى ليا كلام كتير مع اللعيبه. برضو فاندن بروك قال انه مش راضي على نفس القصه في مباراه المغرب التطواني. تعالى بس ناخد الناس كده معاك لجوله مع لاعبيهم، مين اللعيب، مين مفاتيح اللعب او اخطر اللاعبين في فريق الوداد، على الرغم حتى انه ميجيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد كان معانا النهارده في الحلقه وقال انه لعيبه الوداد بتعاني، في لعيبه رحلت، في لعيبه مستواها متراجع، في لعيبه راجعه من الاصابه. صحيح. فخلينا نشوف كده الهدافين والاكثر صناعه للفرص والاهداف. يعني بولي جونيور سامبو، اعتقد سامبو ده الفيرود بتاعهم، ده الفيرود و12 هدف، هو بالفعل يعني لاعب مميز جدا. قوة جسمانية كبيرة جدا، هم عندهم المغاربة عموما والوداد تحديدا عندهم يختاروا العين اللي بتجيب بالذات الفراودة. ده صحيح. الكلام ده بشوفه في نهضة بركان، بشوفه في الرجاء، بشوفه في الوداد، الفراودة اللي بيجوه يعني من افريقيا مميزين جدا، عينيهم كويسة جدا وبيركزوا احنا وبيطيروا يعني ما بيستنوش كتير عندهم فعلا في الدوري المغربي، يعني موسم اثنين وبتلاقيه طاير على اوروبا او الخليج، يعني ده تسويق بشكل جيد، ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا. هم يجيدوا الاستثمار في المحترفين جدا يستفيدوا منهم فنيا موسم او اثنين، وبعد كده يستفيدوا منهم ماديا في نقطة مهمة جدا واتكلمت انا فيها وانت كتير برضو، انه لازم يبقى عندك متابعة بشكل كبير للدوريات في أفريقيا ومتواجد هناك بشكل كبير عشان يبقى عينك تعرف تختار بشكل جيد، عشان تعرف يعني تجيب التسويق أو تعمل التسويق ده بشكل جيد، يبقى عندك لاعب أو اثنين أو ثلاثة بيلعبوا عندك تقدر تسواهم بشكل كبير. لازم المتابعة بشكل كبير ومتواصل والفترات طويلة، مش بس تمام. النهاردة لاعب ده أحرز 3 4 أهداف أو 10 أهداف طارت يبقى لاعب كويس، لا صح. يعني هو معك في ده اللي بيحصل دايما في أفريقيا في المغرب وفي الجزائر وفي السعودية تحديدا. تمام. طيب احنا النهاردة بنتعرف بس يعني النهاردة بنتعرف كل واحد من دول هنتكلم على بروفايله بشكل كامل بس في الأيام اللي جاية. خلينا نكمل مع أشرف بقية اللعيبة، وإذا كان سامبو يمكن المهاجم والهداف الخطير بتاعها، أنا بشوف أيمن حسوني واحد من أخطر اللعيبة اللي موجودة، أفضلهم بيعتمدوا عليه بشكل كبير لأنه صانع ألعاب وكورته جيدة جدا، بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا في التمريرات وفي صناعة الأهداف وبيسجل كمان، هو بيسجل بنفسه. صحيح يعني بيسجل. عنده 8 أهداف ولكن هم بيعتمدوا عليه أكتر بشكل كبير في صناعة الأهداف وتنويع طريقة اللعب، يعني الحقيقة لاعب مميز جدا ومهاراته عالية كبيرة جدا يعني. أرسن زولا كمان من اللاعبين المميزين، ده محمد عبد المنعم بتاعه يعني ده بجد لاعب مميز جدا يعني، مساك او سنتر باك وكمان هداف يعني هداف، احرز 3 اهداف يعني انطلاقاته الهجوميه مميزه جدا، عنده لياقه بدنيه كبيره جدا جدا، ما بيفقدش الكره بسهوله يعني لاعب من اللاعبين مميزين جدا كمان، والرقابه عنده مميزه يعني الحقيقه انا شايفه من افضل اللاعبين الموجودين في بطوله افريقيا في الموسم ده. اعتقد سيف الدين بحرى يمكن هدفين ولعب يعني هو رايت وينجر جناح يمين، ومن اللاعبين المميزين بيعتمد عليه اكتر في المباريات الخارج ملعبه، يمكن شويه لياقته البدنيه كبيره عاليه، قوه جسمانيه كبيره، يمكن ده بيدي شويه، انا عشان كده بقول لك انه
براندن بروك عنده تفهم كبير لنوعية الفرق في أفريقيا وإزاي بتقدر تواجه سواء خارج ملعبك أو داخل ملعبك. تعرف تنويع طريقة اللعب اختيار العناصر اللي تقدر تخدم طريقة لعبك دي. عشان كده بقول لك في بعض المباريات التشكيل نفسه بيختلف، اختيار اللاعبين نوعية اللاعبين بشكل معين، كمان طريقة اللعب بتختلف. يمكن ونجم بقى طبعا، ونجم مش غريب علينا طبعا، مش غريب يعني. لاعب مميز ولعب معانا، لعب ضدنا يعني، ولكن مستواه مع الوداد مختلف الحقيقة. يمكن توظيفه، يمكن ارتياحيته أو نفسيا هو أفضل هناك. أنا شايفه هناك مستوى أفضل كتير جدا جدا وقت ما كان فيرجن أحسن من اللي كانت موجودة هنا في مصر طبعا. يعني أنا اتفرجت عليه كتير في مع الوداد، نسخة أفضل بكتير جدا. بتتكلم على إنه ونجم علي معلول هتبقى برضو جابها واردة، معركة طبعا يعني احتمالية واردة جدا. ونجم من خدوا بالكم، هو الأرقام ونجم كهداف مش كبيرة أو سجل هدف، لكن هو أكتر واحد بيصنع في الفريق، أكتر واحد صناعة، متحرك جدا جدا، الأسيست رائع جدا، الفينش في الكروس مميز جدا جدا ونجم فيها. كمان عنده سرعات كبيره. لا انا شايف ان نسخته الحاليه افضل بكتير من مكان متواجد في مصر. طيب نيجي على مستوى الصناعه، طبعا ونجم زي ما قلنا هو افضل صانع للاهداف عندهم، بيعتمدوا عليه بشكل كبير كمان يعني في النواحي الهجوميه. يحيى عطل عطيه الله يمكن تاني واحد باك ليفت، تاني واحد في صناعه الاهداف. اللاعب مميز، يمكن عنده بطء شويه سنه، ولكن الفينش بتاعه في الكروس مميز جدا، تصويباته مميزه، احساسه بالمكان مميز جدا، ولكن في عنده عيوب قاتله جدا في التمركز وفي انه بيترك مساحه كبيره. يعني لما بتكلم عن علي معلول مثلا، عنده الناحيه الهجوميه بيأديها بشكل رائع، كمان الناحيه الدفاعيه هو عارف واقف فين، عارف مهام مكانه فين او كباك ليفت يعني. وبالتالي يمكن يحيى عطيه الله اعتقد ان ممكن يكون في بشكل او باخر مستر كورر اعتقد ممكن يعتمد شويه على انه ممكن يكون في خلف في ظهره، ممكن يبقى في نواحي هجوميه اكتر للنادي الاهلي ان شاء الله. تمام. سيف الدين بحري يمكن صنع ثلاث اهداف، اتكلمنا عنه. اسماعيل المترجي، اسماعيل المترجي صنع ثلاث اهداف برده، هو في وسط الملعب يعني لاعب مميز برده، تصويباته يعني بيصاب بشكل جيد جدا يعني. طيب دول ابرز اللاعبين. خليني اشوف مع حضراتكم او اصعد معاكم المعدل تسجيل واستقبال الاهداف بالنسبه لفريق الوداد في البطولات، الارقام دي بطولات محليه. هم سجلوا اجمالا 39 هدف واستقبلت شباكهم 19 هدف في الموسم الحالي. نبتدي بالتسجيل، نبتدي معدلات التسجيل. 39 هدف يعني اعتقد انها نسبه يعني متراوحه ما بين بدايه الشوط الاول متوازنه. يعني متوازنه توازن بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، نهايات الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني ونهايات الشوط الثاني، هي دي اعلى بدايات الشوط الاول ونهايات الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني ونهايه الشوط الثاني. يعني ده بيقول لك برضو انه هم 90 دقيقة واقفين، 90 دقيقة مركزين بشكل وقفين. جيد. وخلي بالك من اهم النقاط عندهم انه النواحي البدنية عندهم كبيرة جدا او عالية جدا، وده بتساعدهم في الضغط الكبير على المنافس. صحيح كان في بعض الاستحواذ في مباراة سان داونز شوية لسان داونز في بعض الاجزاء من المباراة، لكن الضغط كبير جدا عليهم. يعني سان داونز اللي بيعدوا عليها اصابع الندم زي ما بيقولوا، ان هم حسوا ان التاهل خلاص محسوم ليهم بمجرد ما تعادلوا في المغرب 100% بس. لكن هم لو اتعاملوا مع المباراه ان هم خسرانين في المغرب، سان داونز كان كسب الوداد. صحيح، وضيعوا كتير في مباراه العوده. انا بقول لك هم بمجرد ما خلصوا مباراه المغرب، سان داونز قال انا في النهائي خلاص. يعني حتى لو تابعت الصحف هناك ادوهم احساس كبير ان هم خلاص. عقليتهم، الكلام اللي بيتقال عليهم في البطوله طول من بدايتها، سان داونز مرشح الاول، سان داونز الفريق الذي لا يقهر، سان داونز ان هو دفاعه الحقيقه يعني عندهم مشاكل كثيره دفاعيه، مشاكل كثيره جدا جدا جدا. واحنا بس لو كنا بنص حالتنا في ماتش القاهره كنا شايلينهم كتير. بس في النهايه هم راحوا من المغرب، تحركوا من المغرب على ان هم خلاص بيفكروا في المباراه النهائيه. صحيح، هي دي غلطتهم الحقيقه. طب نشوف معدل استقبال الوداد، لا الاستقبال بقى نجيب الاستقبال للاهداف لانه ده يهمنا احنا اكتر. باذن الله باذن الله باذن الله نمره واحد، لابد من حرمان الوداد من التسجيل في القاهره، دي اهم حاجه يعني. نشوف استقبال الشباك الاهداف الوداد للاهداف، معدلاته او توقيتاته بتبقى على مدار متوسط طبعا على مدار الموسم. هنلاقي دايما انه النهايات يا اشرف
نهايات الشوط الاول او في الدقيقه 31 40 في النهايات دايما التركيز بيقل، المعدل البدني يمكن بيقل، فبالتالي الاخطاء بتكتر. انا اعتقد مش معدل بدني اكتر من تركيز زي ما قلت يا احمد. يعني لانهم معدلات البدنيه عندهم كبيره جدا طيب. لكن التركيز والسرحان بشوف ان هم بيرجعوا الشوط الثاني يعني بشكل جيد جدا، لكن في النهايات دايما يعني في نهايه الشوط الاول ونهايه الشوط الثاني بتلاقي السرحان وعدم التركيز وده اللي اخدت بالك انا اتفرجت عليهم كتير، يعني في سرحان كبير جدا جدا في خط الظهر عندهم او خطوط الدفاع عندهم، في سرحان في عدم التمركز وفي الرقابه وفي وده بيدي لك مساحه للقدره على انك انت تركز قوي لمده 90 دقيقه، بالذات لما يبقى في ضغط عصبي عليك. انت النهارده بتلعب نهائي دوري ابطال، بالتالي هي بالنسبه لك واحده من اهم مباريات عمرك. صحيح. عمرك في الملاعب كله انت بتلعب واحده من اهم ماتشات حياتك كلها. صحيح. عشان يكون عندك قدره على 90 تركيز 90 دقيقه ده شيء صعب جدا جدا يا اشرف. طبعا يعني لو احنا بنتكلم على قدرات اصلها طبعا، يعني مش دي حاجه الواحد بيقول انا هركز 90 دقيقه فيركز 90 دقيقه. لا دي امكانيات وقدرات عقليه وخبرات وتراكمات لمشاركات قبل كده عشان تقدر تطلع. طبعا بالاضافه اللي انت بتقوله ده، الاحصائيات اللي عندنا دي بتقول انه دي معدلات او احصائيات على مدار البطوله وده يدي لك مؤشر انه بالفعل هم عندهم سرحان كبير جدا وعدم تركيز كبير جدا في نهايات الشوطين الاول والثاني، وده ان شاء الله يدينا احنا الحمد لله مميزين في النادي الاهلي انه عندنا نهايات تركيز نهايات دايما في التركيز الحمد لله بشكل جيد. يعني نروح لا عايز طريقه اللعب، عايز نشوف طريقه اللعب والتشكيل الاساسي اللي لعبوا بيه مباراتهم الاخيره امام سان داونز في دوري الابطال. طبعا لعبوا في المباراه دي بعد تحقيق نتيجه تعادل سلبي في الدار البيضاء، سافروا لجنوب افريقيا عشان يواجهوا سان داونز في مباراه العوده، فكان اختيار فاندنبروك في المباراه دي نلعب بطريقه 4-3-3. المطيع ده مش الحارس الاساسي، المطيع ده بديل التكناوتي وخد فرصه في الفتره الاخيره وبيقولوا عليه انه اثبت جداره يعني في المباراه. اتفضل يا اشرف. لا اتفضل انا هعلق معاك. اتفضل. طيب المطيع عطية الله باك شمال، زولا اللي احنا اتكلمنا عليه المدافع او السنتر باك الهداف، ابو الفتح مساك، والعملود باك يمين. صحيح. في النص الملعب بيلعب بثلاثه، حيمود وجعايدي ويحيى جبران، وبيلعب اوناجم لعب باوناجم جناح يمين، ولعب بسامبو راس حربه، ولعب بالمترجي جناح شمال. صحيح. ده كان تشكيلهم او دي كانت طريقه اللعب في سان داونز اللي ممكن تكون مختلفة شوية عن طريقة لعبه في كازابلانكا في ملعبه في الدار البيضاء، وده ممكن يكون الطريقة الأقرب من وجهة نظرك لطريقة لعبه هنا أمام النادي الأهلي 4-3-3، وده غالبا اللي هيلعب بيه عشان بيضايق المساحات وبيقفل المساحات على لاعبي النادي الأهلي. خلي بالك هو من نوعية المدربين اللي بيضايق المساحات بشكل كبير جدا وبيبقى عارف يعني دارس بشكل جيد أماكن الخطورة للمنافس ويبتدي يقفل ويضيق المساحات على الجبهه دي سواء اليمين او الشمال او لو انت بتخترق من العمق، يعني عنده فكر جيد بشكل كبير واعتقد بعض اللاعبين عنده بيقدر يستغلهم في الهجمات المرتده خاصه في المباريات اللي خارج ملعبه زي سامبو زي ما اتكلمنا عنه، عنده سرعات كبيره جدا، ونجم في الناحيه الثانيه بيبقى من اللاعبين اللي عندهم سرعات كبيره بشكل جيد. مشكله لعب الاهلي او ستايل لعب الاهلي الفتره الاخيره فكره الاستحواذ والضغط على الخصم من والتنويع وده مهم جدا تنويع لكن خليني اقول مع فريق زي الوداد يا اشرف ده بيخلق مساحات مساحات شفناها في كل مباريات الاهلي اللي فاز فيها. صحيح انك ما استقبلتش حقيقي ما حدش قادر يترجم ده، لكن المساحات كانت موجوده في امبي، كانت موجوده في الجيش. صحيح. وكانت موجوده في امبارح مع سيراميكا. المساحات دي مع الوداد ممكن تبقى صداع كبير، ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا، لكن عايز أقول لك إن هرجع لك تاني لفكرة الارتياحية في الدوري مخليها شوية اللاعبين عندهم مش كسل ولكن يعني ارتياحية إن هو خلاص الدوري يعني الحمد لله بشكل كبير أنت مطمن بشكل كبير، لكن في مباراة زي ما أنت قلت يا أحمد مباراة فاينل أفريقيا لا في تركيز كبير جدا في تضييق المساحات. عايز اقول الروح بتبقى مختلفه للنادي الاهلي في مباريات النهائيات زي ما بنتكلم عن بطوله افريقيا، وبالتالي اعتقد التركيز هيبقى كبير والروح القتاليه العاليه جدا هتفرق في انك
انا ممكن ابقى النهارده علي معلول زايد، ممكن تلاقي فيرود هو اللي بيرجع ويقفل مكان علي معلول. في المباريات دي بتفرق الروح دي، وبتفرق بيفرق التركيز بشكل كبير. لكن انا متفق معاك طبعا انه المساحات مع الوداد هتديهم فرص كتيره وخطوره كبيره جدا. وانا بتكلم على الماتشين اللي جايين في دماغي، لانه الكلام ده قريب جدا في نسختين، النسخه اللي فاتت على طول، النسخه الاخيره والنسخه اللي قبل اللي هي النجمة التاسعة، اللي هي بطولة اللي خدناها على حساب الزمالك. الأهلي تقابل مع الوداد في النسخة دي في الدور قبل النهائي وفاز عليه ذهابا وإيابا، وقدم واحد من أقوى عروضه قدام الوداد في المغرب وفي القاهرة. ونسخة في النهائي طبعا ليها ظروفها وملابساتها، لكن هي كان في نسخة من الوداد أنا قابلتها في نهائي دوري الأبطال. إيه الفرق بين الثلاث نسخ؟ إيه الفرق بين النسخة اللي أنا كسبتها ذهابا وايابا، والنسخه اللي انا قابلتها في نهائي دوري الابطال، والنسخه اللي انا هقابلها يوم 4 ويوم 11؟ يعني خلينا نتكلم عن البطوله الاخيره 22، احنا اتفقنا ان ليها ملابسات معينه وانها مباراه واحده وكانت سيبك في المغرب من نتائج يعني المواجهات. لا خلينا نقول احنا في ثلاث نسخ للبطوله. نتكلم عن نسخ على نوعيه اللاعبين والامكانيات على تيم. انت شايف التيم ازاي؟ يعني وانت رايح للوداد اول مره بصراحه انا كنت يعني شايل هم المواجهه جدا، متخوف جدا ومتخوف جدا جدا جدا، وعامل حساب للوداد. يعني انا قلت الاهلي لو عدى الوداد، كان ساعتها الزمالك بيواجه الرجاء في الناحيه الثانيه، قلت الاهلي لو عدى الوداد هياخد بطوله، ايا كان مين هيكسب، رجاء زمالك، هياخد البطوله. ففوجئت بانه الاهلي بيكتسح الوداد في ملعبه، وبيرجع هنا يعمل عرض عظيم جدا، والشحات بيجيب جون مزيكا من الاهداف التي لا تنسى. يعني وبتكسب الوداد بمنتهى السهوله. والسنه اللي فاتت سيبك من الظروف وسيبك من انه في ظلم الى اخره، لكن في نسخه وداد كانت موجوده في الملعب قدامي بتلعب كوره. النسخه اللي جايه ايه الفوائد؟ كانت مع مدير فني مميز جدا، كان وليد الركراكي طبعا، يعني الركراكي اللي خد المغرب عمل بيكسر بيهم الدنيا في كاس العالم. ففي النهايه نسخه الوداد اللي جايه اقرب لاي نسخه منهم، او ايه الاختلافات بينها كتيم؟ انا مش بتكلم على افراد ولا ككوره، يعني بتكلم على 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 نسخه اللاعبين اللي عندنا. لو انت فاكر الفتره دي احنا كنا متخوفين جدا، لان اللاعبين كان لسه ما عندهمش الخبرات الكبيره في افريقيا، وكنا متخوفين جدا. ومستر موسيماني كانت اول مواجهه ليه، اول ما استلم المسؤوليه، وكان في تخوف كبير جدا من النتائج ومن النواحي الانهزاميه شويه اللي كانت موجوده، وعدم تحقيق نتائج جيده، و يعني لاعبي النادي الاهلي كان لسه ما عندهمش خبرات كبيره في افريقيا، ما كانوش ابطال افريقيا. فجونا الحقيقه وقتها، والبطوله كانت بقى لها كتير قوي غايبه ومعندك، وبتوصل نهائي وبتخسر، يعني كان تحدي كبير جدا جدا لمستر موسيماني والجهاز الفني، وكمان للاعبين، وتحدي اقوى واكبر لمجلس الاداره اللي تم اختيار مستر موسيماني وقتها. يعني بنفكر الناس بس، لكن كانت مراحل مهمه، لانه القرار احيانا بيكون يعني يا اما صائب بنسبه 100%، يا اما انت هتشيل مسؤوليه كبيره جدا. فاعتقد انه كان قرار صائب جدا، وتم التعاقد تم الحمد لله. اعتقد ادوا 3-4 مواسم الجيل ده، عشان كده احنا لغايه النهارده في مجموعه كبيره جدا موجوده ومتواجده من نفس الجيل ده مع النادي الاهلي الفتره دي، وبنقول دايما بنشيد بيهم، لانه انت هنرجع تاني ونقول ان ما عندهمش كل الامكانيات الكبيره في وقت من الاوقات كان كل الـ الادوات موجوده، جمهور ومجلس اداره ودعم مادي ودعم في كل الاحوال، ولكن الحمد لله ابتدت الامور ترجع بشكل كبير. طبعا دعم مجلس اداره موجود، الجمهور موجود، ولكن مش متواجد بشكل كبير في مدرجات، لكن الحمد لله ابتدى يرجع تاني. اللاعبين ابتدوا ياخدوا خبرات كبيره جدا، وده الفارق ما بين النسخه اللي بتتكلم عنها والنسخه الحاليه، وده واضح. يمكن نبعد شويه بس دور المجموعات اللي دايما بيبقى عندنا ازمه فيه، لكن خبرات لاعبي النادي الاهلي بتظهر قوي ما بعد كده. شفنا امام الرجاء، شفنا امام الترجي التونسي قد ايه خبرات لاعبي النادي الاهلي قدرت تحسم المباريات دي بسهوله وبشكل مميز جدا. الوداد انا شايف ان هم رتب لي الاول الثلاث نسخ قبل ما تقول لي وجهه نظرك في الوداد. رتب لي الثلاث نسخ عندك، ثلاثه فيرجن، فيرجن النادي الاهلي 2019، فيرجن السيزون اللي فات، فيرجن الموسم الحالي اللي هيقابل الاهلي في النهائي. انهي فيرجن اقوى؟ انهي فيرجن نمره 2؟ انهي فيرجن نمره 3؟ لا، انا شايف الموسم ده الكمال اكتر شويه، يعني الوداد افضل. لا انا بتكلم على الاهلي. لا بتكلم على الوداد. الوداد لا احنا طبعا انا معاك، افضل كتير مع كولر افضل كتير. لا احنا ان شاء الله كتير، ولسه رايحين ان شاء الله لحته ثانيه خالص ان شاء الله. يعني مع مستر موسيماني شويه كانت الروح شويه معاك، لكن انا بتكلم على الوداد. انهي نسخه اصعب؟ الوداد انا شايف وليد الركراكي كان عامل وليد الركراكي جدا يعني كان عامل نسخه مميزه جدا جدا للوداد.
يمكن انا شايف ان الوداد الموسم ده يعني الفتره دي هو اقل الفترات نسخ في التاريخ. اقل النسخ رغم ان هم بيمتلكوا مجموعه مميزه وعندهم امكانيات، لكن اقل النسخ اللي موجود فيها الوداد في المشوار كله يعني. اعتقد يعني نهارت الدنيا الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، وكلامنا على الوداد ما خلصش، عندنا كلام كتير جدا هنقوله في الحلقات اللي جايه. هنتابع معاكم زي ما وعدتكم يوم بيوم باذن الله ان شاء الله واثقين، وباذن الله ان شاء الله موفقين في حسم البطوله ال 11 في تاريخ النادي الاهلي. بشكر اشرف ممدوح على وجوده معانا، نورت يعني. سعيد جدا جدا بوجودي معاك، وان شاء الله ال 11 باذن الله نجم 11 موجود في النادي الاهلي ان شاء الله. موسم السبعيه زي ما بنقول دايما ان شاء الله باذن الله، موسم من اروع المواسم للنادي الاهلي. شكرا على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.